السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فقرة جديدة من فقرات كتبوا لنا. دائما نسمع بكلمة الاستشراق، وهذا مستشرق وهذه عملية استشراقية، فما هو الاستشراق وما هم من هم المستشرقون ولماذا سموا بهذا الاسم؟ في قرنين الماضية أو أكثر من ذلك بدأ العالم الغربي بعد النهضة العلمية والحضارية التي جاءتهم، بدأوا يهتمون بما يتعلق بالعرب وأيضا بالشرق عموما، بالمسلمين يعني وأيضا بالشرقيين، فأصبح هناك مجموعة من الأشخاص نذروا أنفسهم لدراسة هذه القضايا فسموا بالمستشرقين لأنهم يدرسون علوم الشرق. وكان بعض هؤلاء المستشرقين علماء فطاحلة، فكانوا حريصين على الدراسة، بعضهم كانوا جواسيس، بعضهم كانوا مراسلين لصحف، بعضهم كانوا يعني تختلف يعني نظرة هؤلاء المستشرقين والدوافع التي تدفعهم إلى الاستشراق. الاستشراق ارتبط أيضا بمفهومين مزعجين عند المسلمين كثيرا، مسألة الاستعمار ومسألة التنصير، هذه ستأتينا إن شاء الله. الكتاب الذي بين يدي الدكتور علي إبراهيم النملة هو كنه الاستشراق، المفهوم والأهداف والارتباطات، والدكتور له أكثر من كتاب عن الاستشراق وتخصصه أصلا عن الاستشراق. هذا الكتاب يتكلم عن ماهية الاستشراق، فيتكلم عن مفهومه وعن أهدافه وعن ارتباطاته. فأما ما يتعلق بالمفهوم فهو يجلي لنا يعني ما هو الاستشراق الماضي وما هو الاستشراق المعاصر، لأن بعض المستشرقين الآن غيروا هذا الاسم لأنه لم يعد يسمح لطيفا في مسامع الناس، فأصبح يسمى الخبير في الشؤون العربية، خبير في شؤون الشرق الأوسط، وهو ليس خبيرا وليس مستشرقا. المستشرقون السابقون كانوا أكثر معرفة منه، ورأينا يعني مغبة هؤلاء الخبراء في السنوات الماضية، كيف أنهم ينقلون صور غير صحيحة ومصادرهم ربما كانت تعتمد على أشياء تافهة، خلافا للمستشرقين القدماء الذين كان بعضهم ربما جاء إلى بلاد عربية وعاش فيها سنوات، بعضهم تعلم اللغة العربية بلهجة بعض البلدان، بعضهم أسلم، بعضهم يعني أظهر إسلامه كذبا، وكان لكثير منهم فضل على الثقافة العربية. يعني نتكلم عن بروكلمان مثلا وعن فهرسته للكتب، لما نتكلم عن المستشرقين الذين ألفوا المعجم المفهرس للحديث النبوي، يعني عندنا يعني هناك لما نتكلم عن بعض المستشرقين الذين ساهموا في تحقيق الكتب العربية وإبرازها، تفسير ابن جرير الطبري وجد أحد المستشرقين، مجموعة كثيرة من الكتب حققها بعض المستشرقين. هؤلاء المستشرقون أنواع، منهم من هو مخلص لدراسته وباحث عن الحقيقة، ومنهم من لديه ارتباطات بدوائر غربية أخرى، إما بدوائر استعمارية فكان هدفه أن يمهد الاستعمار، وإما كان قد شرق بنور الإسلام فأراد أن يزيف الحقائق، وهذا الأسف موجود عند بعض المستشرقين، ويعني إدخال في التاريخ ما ليس منه والكذب والتدليس وما أشبه ذلك، ومنهم من كان هدفه علميا خالصا، وهم معروفون على كل بأسمائهم. ذكر المؤلف هنا مجموعة الحقيقة من المستشرقين، ما يقارب 43 مستشرق من مشاهير المستشرقين، وتحدث عنهم بشكل يعني مختصر عن كل واحد منهم. ما هي أهداف الاستشراق، سواء كانت أهدافه علمية أو كانت أهدافه يعني استعمارية؟ تخلى مفهوم الاستشراق عن ارتباط مفهوم الاستعمار لانتهاء هذا المفهوم أو اللفظ عند الناس، وارتبط ارتباطا وثيقا ما يتعلق بالتنصير منذ أكثر من 100 سنة أو 150 سنة، والمجتمعات الاستشراقية أو الاجتماعات الاستشراقية يحصل فيها اجتماعات المنصرين، ويكون المستشرقون أو كثير منهم يكونون مداخل للتنصير في العالم الإسلامي أو في العالم غير الإسلامي أيضا، في العالم الشرقي عموما. يعني ذكر المؤلف بعض الارتباطات المهمة بين هؤلاء وأولئك، وأيضا في نفس الوقت لا يجزم أنكم شاء الله قبل على تعدلوا، هناك مجموعة من المستشرقين، منهم من أسلم ومنهم من أحب العرب حبا عظيما تكلم عنهم ودافع عنهم، ومنهم من كان محايدا يعني حيادا علميا يعني يشكر عليه يعني عمله علمي فقط لا يتعلق بقضايا التقييم وما أشبه ذلك. على كل الكتاب هذا هو أحد الكتب، وإلا ليس هناك كتاب الحقيقة في الاستشراق يعني يعطيك مفهوم كبير جدا، لكن هذا أحد الكتب اللطيفة فيما يتعلق بالاستشراق للدكتور علي النملة، كنه الاستشراق، المفهوم والأهداف والارتباطات. هذا كتابنا في هذه الفقرة، وألتقيكم في فقرة قادمة وأنتم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.